سوريا ودخول عناصر حزب الله في القتال إلى جانب النظام السوري وبشكل علني، نشطت الدعوات التي تحض الشباب في العالم الإسلامي إلى القتال في سوريا. الدعوات تستغل صغار السن لترمي بهم في أطون المعركة في سوريا. وقد قابل هذا الاستغلال الذي بدأ ينشر أو ينتشر، قابله العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي تمنى أن يغلظ القضاء في أحكامهم على من يدفعون الصغار للقتال في البلدان المستعرة. ويذكر أن مشايخ أفتوا بالجهاد في العراق، وعندما بلغ أحدهم أن ابنه في طريقه للعراق استجار بالسلطات في بلاده لإعادة ابنه ومنعه من عبور الحدود. للحديث أكثر عن هذه الظاهرة معي في الاستوديو الإعلامي السعودي محمد العمر، وهو طبعا أحد الذين جندتهم القاعدة في صغره. أهلا بك محمد معنا في الرابعة. أبدأ معك من تجربتك، أنت يعني كنت من المجندين في السابق، لو تتكلم لنا كيف تمت أدلجتك أو ما يسمى في السابق مع تيار الصحوة الإسلامية، تكلم لنا عن تجربتك. طبعا في نهايات القرن الماضي في الثمانينات والتسعينات انتشرت ظاهرة المراكز الصيفية وبعض حلقات تحفيظ القرآن الكريم، والتي كان يشرف عليها اللي هم مشرفون من فريق التيار الصحوي. طبعا هم كانت الفكر والمنهج يمتزج ما بين الإخوانية والسلفية، وكان يوجد لديهم روح الثورة وحب الغمار في السياسة. طبعا كانوا يحرصون دائما في اجتماعاتهم لما كنا نخرج للمراكز الصيفية، يحرصون أن يسمعون بعض الأشرطة ونلخص بعض الكتيبات لرموز الصحوة الإسلامية في ذلك الوقت، والذين تنوعوا طبعا ما بين بناء الإدراكات السياسية والعقدية، وبعضهم أخذ منحة مسؤولية التوجيه التربوي، إضافة إلى أن هناك منهم من أخذ أو نهج مسؤولية البناء الروحي. فأصبحت عقولنا أكثر منزوية إلى هؤلاء، كانوا يمنعوننا من أن نحن يعني نجالس أو نسمع للطرف الآخر أو المضاد لهذا التيار. فبذلك هذه تعتبر هي المرحلة الأولى، مرحلة اللي هي الأدلجة. الأدلجة هذا ما يسمى بالأدلجة. الأدلجة. ثم بعد ذلك حينما تخوض هذه مراحل الأدلجة تنتقل المرحلة الثانية وهي ما تسمى بالتجنيد، ويكون طبعا اللي هو المراهق أو الشاب وصل لمرحلة بأنه لا يسمع ولا يرى إلا في هؤلاء الرموز، بحيث أنهم عندما يأمرون بأمر معين أو فكر معين أو منهج معين يتقبل بسرعة. كان مسألة التكفير، أنا بالنسبة لي كنت أؤمن بمسألة التكفير وكفرت، يعني وكفرت الدولة، كفرت حتى والدي، يعني أخذت أنه في اعتقادي أن والدي من الكفارة بحكم أنه ينتمي إلى أو يعمل في السلطة أو في الحكومة. هنا تتم عملية الأدلج، وبعد ذلك التجنيد هو مرحلة ينصاع للأوامر، ينصع فقط ما يقال له. نعم، يقوم بتنفيذ. نعم، وبعدها تأتي مرحلة اللي هي مسألة غمس فكرة الجهاد وحب نصرة للدين الإسلامي، وقد يكون بعد سفر أو ما قبل أفغانستان أو أي بلد آخر. طب محمد، من خلال تجربتك اليوم، لو نبغى نتكلم عن الفرق بين عملية التجنيد في السابق وعملية التجنيد الآن، يعني بالقرن الماضي وعملية التجنيد الآن، كيف تتم؟ ما الفرق؟ طبعا كما ذكرنا أنه في القرن الماضي كانت الأدلجة تكون عن طريق المناشط اللي هي حلقات تحفيظ القرآن أو عن طريق المراكز الصيفية. حاليا اخترق هذا الأمر، أصبح في الفترة الحالية أصبحت الأدلجة متعددة، وخاصة بعد ما دخلت العولمة علينا وظهرت وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك واليوتيوب، فظهر هناك بعض الفضائيات فدخلت في عمق منازلنا، وصار يسهل على الشاب أو المراهق أو الصغير أنه يستطيع أن يسمع ويقرأ ويشاهد مثل هذه الأقوال والكتابات التي تستحوذ على عاطفتهم الدينية، ومن هنا قد يكون التغيير.